سائل يسأل يقول: هل صح عن ابن حزم بقول بجواز تولي المرأة القضاء؟ نعم، وهو هذا من شذوذاته وأخطائه. والعجيب إيش؟ العجيب إيش؟ أنه في العادة لا يحتج بأقوال الصحابة نهائيا نهائيا، ويذكر أقوال الصحابة في المسألة، ثم يقول: نحن نقول بالحديث. فماذا يقول؟ يقول: وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة، وهذا كذب غير صحيح. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة السوق، امرأة من قومه السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم أسند أمرهم امرأة، قلنا: إنما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة، علما أن هذا الحديث من الأحاديث العامة. هذا من الأحاديث العامة، رأيت؟ فولوا أمرهم، هذا عموم. لماذا خصصته بقول عمر؟ الله أكبر، أنت ما تقبل يعني حتى مثلا لا يرى قتل الساحر وآثار الصحابة كلها في ذلك. ويقول: طيب الله أكبر، كيف خصصته؟ يقول: برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة مع رعيتها. وهذا عجيب، هذا كلام لا يشبه كلام ابن حزم. يقول: هو النبي قال: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، يعني على أطفالها. أين هذا من القضاء بين الناس في الحدود والدماء وغير ذلك؟ والكل يعرف أن الرجل عليه ولاية، له ولاية وقوام عليها، فليست ولاية في الأمر بأمر حقيقي، وإنما هي أمر نسبي. فسبحان الله، ترك الحديث الذي هو عام وجاء استدل بأمر هو الذي ينبغي أن يخصص، فيقال هذا خاص بما يكنها في بيتها وزوجها وفي أمر هين. وإلا الكل متفقون على أنه الرجل لا يلزمه أن يضع تدبير المال أو كذا لزوجته، وأنه لا مشكلة عنده أن يسمه، ولكن الله المستعان. واليوم يبحثون عن أي شيء للهوى، وإلا ما أجاز ذلك أحد، ما أجاز أحد ذلك أحد. وهذه من شذوذاته الكثيرة والكثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.